التأم خريجو المعهد العالي للإعلام والاتصال من مختلف الأجيال في لقاء للذكرى احتفاء بالذكرى 50 لتأسيس المعهد. وضم اللقاء خريجين من أول فوج من هذا الصرح الأكاديمي، فوج 74 وحتى أحدث فوج 2019، يعملون جميعهم في المجالات ذات الصلة بقطاع الاتصال. يعني الاحتفال بخمسينية المعهد هو حدث كبير جداً. اليوم هي مناسبة بالنسبة لنا جميعا، أنه للخريجين، خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال، المعهد العالي للصحافة سابقا، أنه نلتقي لنتواصل من جديد. هناك أجيال من الخريجين، هذه الأجيال من المفروض علينا أنه دائما نبقى في تواصل. الأجيال الجديدة تتعرف على الأجيال القديمة، هناك ذكريات، هناك ثقافة توارثناها هنا بالمعهد العالي للإعلام والاتصال. وتضمن اللقاء معرضا لصور مختلف الخريجين أثناء الدراسة، بدءا من المراحل الأولى للمعهد والتقنيات البسيطة التي كان يشتغل بها، وحتى ما بات يتوفر عليه من أدوات اشتغال عصرية تواكب الثورة الإعلامية والتواصلية الجارية. إذن اليوم ينظم المعهد العالي للإعلام والاتصال يوم الخريج، يأتي هذا في سياق الاحتفال هذه السنة بالذكرى 50 لتأسيس المعهد العالي للإعلام والاتصال. والهدف الأساسي من هذا اللقاء هو نشر ثقافة الاعتراف بالخريج وبما حققه طوال هذه السنوات. ثانيا التقاء الأجيال المختلفة، الأساتذة يعني والصحفيين ورجال ونساء التواصل، تعرفوا على جميع الزملاء اللي تخرجوا في هذه 50 سنة. عندي شرف كبير، ماشي أول مرة، ويعني اليوم الذكرى 50 اللي هي رمز كبير من رموز ديال المعاهد الكبرى، من غير الصحافة المعاهد الكبرى ديال المملكة المغربية. هذا وتأسس المعهد العالي للإعلام والاتصال عام 69 بالرباط، ويعتبر المؤسسة العمومية الوحيدة التي تكون خريجين في مجال الصحافة، ويهدف إلى تكوين متخصصين في مجال الإعلام والاتصال قصد تأهيلهم لمزاولة أعمالهم بالمؤسسات الإعلامية والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص.